بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، نستكمل سلسلة تعلم النسخ القرآني، وبنكتب من الآيات الكريمة مع بعض. شايفين حرف الواو؟ وأطيعوا. طبعا بنشكل تشكيل كامل في خط النسخ، وأطيعوا الله جل جلاله. خد بالك بقى من القاعدة بتاعت، لا هنا همزة وصل، القاعدة بتاع لفظ الجلالة. شايفين اللام مختلفة، مش في مستوى الألف زي بقية الكلمات. قلنا سابقا إن لفظ الجلالة له قاعدة خاصة، يدي لما تجمل خطك بكلام الله سبحانه وتعالى كم لك من الفضل والأجر عند الله. وأطيعوا الله والرسول، قلنا الصاد اللي فوق الألف دي عبارة عن همزة وصل. وأطيعوا الله والرسول لعلكم كيف دي المرة دي؟ طيب لعلكم ترحمون. إذن الرحمة نستوجبها بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الطائعين العاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستنين بسنته، والسائرين على نهجه وهدايته. واجمعنا اللهم به في مستقر جنته. قولوا آمين. نبتغي من هذا السبيل إن احنا
ربنا يرضى علينا، نعلي ذكر الله تبارك وتعالى في قلوبنا، ونوصل رسالتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حملنا الأمانة وقال: بلغوا عني عباد الله، أدوا عني يرحمكم الله، بلغوا عني ولو آية. فبهذا الجهد نترقى في الدنيا والآخرة. الخط يميزنا، يدينا رونق، يدينا جمال، يدينا بهاء، وفي ذات الوقت احنا في طاعة وفي عبادة وفي أجور عالية نرجو من الله قبول. كونوا معنا ولا تنسونا بدعم القناة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.